ويدعو بسم الله الرحمن الرحيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا ويدعو وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم
كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها
الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير